مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين عربية. إحدى الأسئلة اللي جتني على الخاص، شلون أسوي تطبيق المحادثة السرية بتطبيق تليجرام، وهل المحادثة السرية آمنة أو لا؟ طبعا أنا راح أقول لك، أنا كنت قبل أتوقع أنه آمنة، لكن بعد البحث مالتي المحادثات السرية بتطبيق تليجرام غير آمنة. نعم هي آمنة بين الجهاز، لكن أنا أقدر أصورها وأقدر أخذ تصوير شاشة وكل شيء أقدر أخذها، وهسه تشوفون قدامكم. أول شيء شلون راح نسوي المحادثة السرية وليش نسويها. المحادثة السرية هي محادثة بين طرفين، حسب ما تقول الشركة أنه حتى أي ما حد يقدر يتدخل بها، يعني حتى الكمبيوترات اللي مع الشركة ما تقدر تسجلها. طبعا هذا صح، الشركة تقول صح، لكن احنا طلعنا لها او يعني لقينا لها مثل ما نقول انه حل انه نقدر نسجل. فعدنا يمكن اكثر من 3 طرق وممكن 4 5 طرق نلقي. فاني هسه على السريع، الاخت كتبت لي من البارحة وقالت اني قدرت ما اقدر اسجل، فاني هاليوم قدامكم راح اسوي تجربة عملية شلون راح نسجل تطبيق تليجرام بالمحادثات السرية. هسه راح اثبت لكم العكس، انه محادثات تليجرام السرية ممكن تقدر تسجلها وعندك اكثر من طرق. فراح نبدي نروح على تليجرام، عندي حساب مالتي فراح اروح عليه. هنا شلون افتح محادثة سرية؟ راح ادخل هنا فوق، هنا المزيد، انشاء محادثة سرية، فاقول انشاء. فراح ادز للشخص مثلا هلو زين. فهسا هنا هو راح يدز لي يعني هو راح يدز لي الصورة اللي مثلا صورة او اي محادثة، فراح احطها حتى بثانية واحدة. اوكي، هو راح احطها حتى بثانية واحدة، فراح يسوي العداد واحد، طبعا واحد ثانية، هنا العداد يصير من هنا، صار العداد مثل ما تشوفون واحد ثانية، وراح يرسل الصورة، وراح يرسل الصورة. الصورة راح تكون مثلا هاي صورة الغابة. اوكي، فاني فتحتها وكملت. هسه شوف طلع عندي قامة بتصوير الشاشة، اوكي، راح ادزها مرت اللخ، ولو حطيتها مثلا 3 ثواني، لو حطها 3 ثواني فاقدر حتى اصور تصوير شاشة ب3 ثواني، يعني حتى اقدر اصور تصوير شاشة ب3 ثواني. فنعيد الصورة مرت اللخ ونشوف شلون راح نقدر نصور تصوير شاشة. فنقول ارسال، من يصير الوقت مثلا راح نشيلها منه. اوكي، من يصير الوقت راح نشيلها منه. فاني اخذت تصوير شاشة زين وراحت الصورة. فبهالطريقة هذه، وراح احط بعد الفيديو ايضا فيديو ثاني اني صورتها من برا، يعني بدون هذه. فاخوان تصوير المحادثات السرية هي آمنة، انه الدولة ما تتدخل بها، لكن تقدر تصورها تصوير شاشة وتصوير. فعبارة عن انه المحادثات السرية، يعني اي واحد، ما انصح اي واحد انه يرسل صور او يرسل شغلات خاصة، ممكن هذه يعني تصير مو كلش زينة. هذا اللي يعني وصلت إليه. اوكي، فاذا ان شاء الله تستفادون منا، امانة تشتركون حتى نوصل الى 10,000 ومنك نعبر للـ100,000. واي استفسار او اي مشكلة اتركوها بصندوق بالرسائل عفوا، لان اني اذا ما اقعد عليها و100% اطلع الحل ما ارجع انزل الفيديو. فراح تشوفون بعد هذا الفيديو اللي صورته وأنا دا أصور الشاشة، حتى تشوفون إنه مو كل شيء يعني ممكن أحد يقول لك إياه تصدقوه، فقط قناتي المضبوطة إن شاء الله 100%. وسبحان رب ما يخطأ، ممكن نخطأ مرة أو مرتين، فيعني تعذرونا من الأخطاء والأخطاء اللغوية. ومع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. هو راح يحطها حتى بثانية واحدة، فراح يسوي العداد واحد، طبعا واحد ثانية، هنا العداد يصير من هنا، صار العداد مثل ما تشوفون واحد ثانية، وراح يرسل الصورة، وراح يرسل الصورة. الصورة راح تكون مثلا
هاي صورة الغابة. فا أوكي فأني فتحتها وكملت. هسه شوف طلع عندي قامة بتصوير الشاشة أوكي، راح أدزها مرت اللخ، ولو حطيتها مثلا 3 ثواني، لو حطها 3 ثواني فأقدر حتى أصور تصوير شاشة بثلاث ثواني، يعني حتى أقدر أصور تصوير شاشة بثلاث ثواني. فنعيد الصورة مرت اللخ ونشوف شلون راح نقدر نصور تصوير شاشة. فنقول إرسال، من يصير الوقت مثلا راح نشيلها منه أوكي، من يصير الوقت